الفقرة الأخيرة خلينا نتكلم فيها شوية مع حضراتكم عن الكورة، كلام كتير عن الأهلي والمنتخب والكرة أكيد العالمية. منورنا الأستاذ أحمد أشرف الناقد الرياضي. بونجور، صباح الهنا. صباح النور عليك. صباح الفل عليك. صباح النور عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك. البداية عندك ولا عندي؟ والله تعالى نعمل اتفضل. طبعا يعني أبدأ معاك في البداية. يمكن كلنا بنتكلم بشكل عام عن الدوري الأوروبي، عن الليجا، على الكالتشو، على كل طبعا الامور الخاصه بكره القدم، لكن البدايه عندي لابد ابدا معاك بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو الفتره القادمه عنده يعني مباريات تحديات كبيره جدا. شايف ازاي الاول مباريات النادي الاهلي في الدوري والفوز على المصري برباعيه في انطلاقه الدوري؟ ممكن زي ما اتكلمنا على كلين شيت، بنشوف انطلاقه النادي الاهلي ازاي؟ انا شايف ان انطلاقه النادي الاهلي كانت انطلاقه قويه، بغض النظر طبعا عن المباراه الاولى قصاد اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. الاداء ما كانش قد كده، لكن في تطور، في تطور مباراه عن الثانيه. النادي الاهلي بيقدم مستويات مميزه جدا مع مستر كولر. شايف ان في تفوق هجومي كاسح للنادي الاهلي. يمكن احنا بنتكلم في الخمس ماتشات الاخرانيين الاهلي مسجل 17 هدف، ودي نسبه كبيره جدا. الناحيه الدفاعيه مميزه جدا. اي نعم في المباراه الاخيره قصاد الاسماعيلي كان في بعض التحفظات على المستوى الدفاعي للفريق شويه، لكن الاهلي بيقدم بدايه قويه في موسم مليء بزخم مباريات في مختلف البطولات. يعني الموسم ده تقريبا هيبقى موسم استثنائي بالنسبه للمنتخب وبالنسبه للنادي الاهلي. اللعيبه الدوليه الله يعينهم بصراحه الفتره اللي جايه. ده كالعاده كل موسم بنقول نفس الكلام. لا الموسم ده اكتر كمان، يعني في بطوله الدوري الافريقي وفي كاس امم افريقيا، فهتبقى الامور صعبه شويه وزحمه قوي يعني. بص خلينا نتكلم شويه على نقطه معينه. هل بتشوف ان الموسم ده حتى وان كان فيه ضغوطات اكتر بفكره كمان اضافه بطوله جديده زي ما احنا عارفين وغيره، ربما برضو مش هنلاقي نفس النتائج السلبيه اللي شفناها على مدار المواسم اللي فاتت، لان انت عندك دلوقتي كولر بقى يعمل فكره التدوير بشكل كبير، فده هيؤثر ايجابا. والتاني حاجه بيدي فرصه كمان للي عندك اللي هو بيصعد لعيبه وبيعتمد على لعيبه ربما كانش ليها فرصه قبل كده ان هي تشارك بشكل اساسي. وعندك تالت حاجه كمان مدرب الاحمال اللي هو قدرت ان انت دلوقتي تلمس، لا الراجل ده بجد بيعمل شغل الراجل محترم. ده جندي مجهول بصراحه. بالظبط، مفيش اجهاد على اللاعب حتى حقيقة. لو انت بتتكلم على الدقيقه الاولى ال 90 بلس بتشوف تالق غير عادي، بتشوف لعيبه بتلعب في مراكز كمان مختلفه بتتالق في هذه المراكز، تشوف بدل سكواد اثنين. فكل دي امور ربما حتى لو انا بتكلم عن هو موسم اصعب، بس ربما النتائج مش هتبقى وحشه على النادي الاهلي او الضغوطات زي المواسم اللي فاتت، لو انت تتفق معايا. اكيد اكيد طبعا. يعني انا شايف ان الموسم الناجح الاستثنائي اللي عمله الاهلي الموسم اللي فات بنحصد ثمار الموسم ده في الموسم الجديد، وباذن الله هيبقى موسم اقوى كمان. يعني انا شايف اضافه العناصر الجديده زي امام عاشور، رضا سليم، وطبعا اي نعم الصفقه الجديده مودست لسه طبعا ما قدمش افضل مستوياته، لكن انا شايف ان الاضافات الجديده هتضيف للفرقه اكتر. الفريق هيبقى اقوى على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي باذن الله. يمكن توفيق ربنا ان هوندا ما بيبقى مع لعيب بيبقى يعني امر مهم جدا، وتحديدا كوكا. يعني كوكا الاول انا عايز اخد تقييمك بشكل عام لكوكا على ادائه الفتره اللي فاتت. احنا لسه بادئين، لكن هو الحقيقه بيطور من نفسه بشكل كبير. وبعدين زي ما بقول لك ربنا كافئه، لان ما حدش كان يتوقع اصابه امام يعني. وبعدين اصابه تاخد اسبوع و10 ايام، يعني مش كدمه سريعه او كده. شفت ازاي اداء كوكا وشفت ازاي وجوده في منتخبنا الوطني؟ انا شايف ان كوكا يعني مش الفتره دي بس، كوكا بداياته وحتى بداياته مع موسيماني كانت بدايات مميزه، حتى لما كان بيلعب في مركز غير مركزه في مركز الباك ليفت. بقت فتره بسبب طبعا الزحمه اللي في التشكيله، وبسبب ان في عناصر كتير في مركزه. رجع تاني مع كولر. كولر حتى استخدمه في الموسم اللي فات، لعب مباراه الزمالك وكانت اول مباراه ليه في الموسم، عمل مباراه هايله. لعب مباراه المقاولين العرب بعد كده وخد افضل لاعب في المباراه. لا يعني بيتطور، هو شغال على نفسه بشكل كويس. الناس استغربت ان في زحمه في نص الملعب، ومع ذلك الراجل مصمم عليه، ما فكرش ان هو يطلعه اعاره او حاجه. بيلعب مكان مروان عطيه. مروان عطيه مستواه قل شويه في بدايه السيزون، فبيدي كوكا الفرصه. كوكا بيمسك في الفرصه بشكل كويس جدا وبيأدي بشكل رائع. انا شايف ان هو مكسب كبير. احنا بنتكلم ان احنا لعبنا ست ماتشات
كوكا لعب 288 دقيقه، 288 دقيقه من 540 دقيقه، ودي نسبه كبيره، هو من اكتر اللاعبين مشاركه. فانا شايف ان هو من مكاسب الفريق السنه دي، وهيعتمد عليه كولر بشكل كبير. يعني يمكن كمان انا شايفه هيكون كمان اضافه للمنتخب، وفيتوريا ممكن يديله الفرصه بشكل اكبر المرحله اللي جايه. يعني انا عندي سؤال يعني، وعايزه تفسيرك ليه من وجهه نظرك. يعني هل المستوى الفني اللي احنا شايفينه والاكثر من رائع لكل السكواد بتاع النادي الاهلي دلوقتي، احنا بنتكلم السكواد الاساسي والسكواد الثاني، هل ده راجع ان دلوقتي بقى عندك بدل لاعب واحد في مركز معين لاعب واثنين وثلاثه؟ هل ده ادى تشالنج او ادى زي ما بتقال كده منافسه ما بين اللاعب وغيره، ان انا لو مش هادي اللي عليا ومش هظهر بالمشهد اللي يليق بالنادي الاهلي انا ممكن ما بقاش متواجد يعني في الموسم اللي بعديها؟ فده ادى تشالنج غير مثلا وقت فترات اخرى كانت مع مديرين فنيين اخرين كان هو اللاعب الاساسي الاوحد اللي بتم الاعتماد عليه بشكل اساسي وكامل، ف يعني شويه كنا بنلاقي تراخي او بشويه كنت بتلاقي اللاعب مجهد، خلينا نقول مش مقصوده يعني. انا شايف دي حقيقه، ويمكن دي ميزه فكره التدوير اللي بيقدمها كولر، انه بيدي الكل فرص، فالكل عايز يثبت نفسه. هنلاقي مثلا يعني على سبيل المثال حسين الشحات، حسين الشحات بادئ بدايه عظيمه جدا جدا الموسم ده، لان عارف ان جبهته في احمد عبد القادر، في رضا سليم، في امام عاشور ممكن يلعب في مركز الوينج ليفت، فكلهم يعني لعيبه تقيله، فهو ماسك في الفرصه بيحاول يادي افضل ما عنده، لان عارف ان هو لو في شويه دلع هيقعد وبديله موجود. صحيح. فلا يعني فكره التدوير اللي بيعملها كولر مديه لكل فكره، لا احنا كده كده هناخد الفرصه، فلازم نثبت ونقدم احسن ما عندنا عشان نبقى اساسيين. صح. ففكره التدوير اللي بيعملها مستر كولر عجباني جدا، في وجود اكتر من لاعب كلهم نفس المستوى، يعني لو لا قدر الله لعيب بيتصاب في البديل بتاعه نفس المستوى ويمكن افضل كمان، فلا يمكن يعني شفناها في المباراه لما كان عندنا اكتر من خمس غيابات تقريبا وكانت لعيبه اساسيه يعني الموسم اللي فات لا يمكن كنا ما نعتمدش عليه. وفي ماتشات الاهلي بيدخل ب 10 غيابات وب 11 لاعب غايب، ومع ذلك بنلاقي البديل على طول جاهز. صحيح. وجاهز بدني وجاهز على المستوى الفني ان هو يقدر يادي. يعني من النادي الاهلي لمنتخبنا الوطني اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، لكن خلاص وديتين ان شاء الله باذن الله يكون فيهم استفاده فنيه كبيره، وده اللي بنعمله سواء زامبيا او الجزائر، لكن بتشوف الاستعداد ازاي او بتشوف استعداد المنتخب مع فيكتوريا ازاي خلال الفتره القادمه سواء لكاس الامم والتصفيات الخاصه طبعا ببطوله كاس العالم؟ انا شايف يمكن المعسكر اللي فات طبعا شفنا المنتخب قصاد اثيوبيا وبعد كده مباراه تونس كان في شويه سلبيات، يمكن الحمد لله ان المعسكر ده هنلعب قدام مدرستين مميزين، زامبيا والجزائر منتخبات قويه جدا عن المنتخبات اللي قابلناها قبل كده. يمكن منتخب تونس كان اول منتخب قوي مصر فيتوريا يقابله تقريبا بعد بلجيكا، مباراه بلجيكا، فاحنا يعني بنصعد يعني بنطلع واحده واحده، يقدر المنتخب ان هو يستعد مع مدارس قويه قبل كاس الامم، ده مهم جدا. يعني انا شايف ان مدرستين مختلفين مع زامبيا والجزائر منتخبين اقوياء جدا، ده هيفيد المنتخب معسكر الامارات هيفيده بشكل كبير جدا يعني. ويمكن شايفين ان المعسكر ده فيه عوده العناصر القديمه زي النني، طارق حامد، شايفين فيه 7 لعيبه من النادي الاهلي، مع القوام اللي موجود والمحترفين ان شاء الله المنتخب يقدم مباراتين مهمين بغض النظر عن النتائج، احنا عايزين نشوف اداء للمنتخب المصري، منتخب قوي يقدر ان هو دي نقطه بقى على فكره فيها خلاف، اقول لك ليه؟ لان ناس كتيره اتفقت قالت لك لا انا مش عايز اشوف اداء، لان الاداء الى حد ما مش موجود شويه يعني، انا عايز اشوف نتائج، لان طموح دلوقتي المصريين للجماهير المصريه ان انا المنتخب بتاعي غايب بعيد جدا بقاله سنوات، فانا خلاص يا جماعه انا مش عايز اشوف لعبه حلو بس اكسبه على الاقل. لا انا شايف يمكن دي مباريات وديه، فانا بستعد لكاس الامم، فالهدف الرئيسي لا بتكلم في العموم طبعا الودي اكيد انا بظهر فنيا افضل شيء، بس انا في عايز العموم يعني اكيد اكيد احنا بنتمنى نتائج مميزه للمنتخب، بس يمكن يعني تفكير المدرب اكتر انه انا لا انا دلوقتي عايز اوصل للقوام الرئيسي اللي انا هقدر العب بيه كاس الامم، هقدر العب بيه تصفيات كاس العالم. في عناصر كتير، المنتخب على فكره في عناصر مميزه جدا، يعني الناس برضو ما تقلقش، في عناصر مميزه جدا، في كواليتي مختلف في كل المراكز، يمكن عندنا نقص شويه بشوفه في مركز الباك ليفت، لو غايب احمد فتوح بيبقى في مشكله شويه،
لكن في مركز راس الحربة احيانا لو مصطفى محمد مش جاهز او مش في حالته بيبقى فيه مشكله شويه، لكن المنتخب فيه عناصر مميزه، عناصر تقدر باذن الله مع وجود طبعا نجمنا محمد صلاح نقدر ان شاء الله في كاس الامم اللي جايه نتمنى نفوز بالبطوله. يمكن حظنا وحش قوي الصراحه. ممكن اقول حاجه؟ يعني احنا كل سنه بنقول نفس الجمله معانا محمد صلاح، وناس بعد كده تقول لك محمد صلاح لا يظهر بالصوره اللي هو بيلعب فيها في النادي بتاعه، وده طبيعي يعني. يعني متوقع، ومتوقع لان انت برضو انا يوم ما هكون بلعب لعب جماعي اكيد اللي حواليا هيؤثروا برضو في النتائج. فبرضو لما اتكلم عن ليفربول غير لما اتكلم عن بعض المستويات الاخرى اللي موجوده في المنتخب، ف اكيد هو مش هيظهر بنفس الشكل لوحده في ليفربول. لكن جمله ان احنا معانا محمد صلاح احنا بنسمعها كل سنه او كل موسم، لكن لا تؤدي على الارض اختلاف يعني. بصي انا شايف ان الموضوع ده بيرجع للمدرب وبطريقه لعب المدرب. يمكن شفنا صلاح في كاس الامم اللي فاتت كان كويس جدا على فكره، وفي مباريات كتير في مباريات ما ظهرش بالمستوى المطلوب، يمكن بسبب الطريقه الدفاعيه البحتة اللي احنا كنا بنلعب بيها في بعض المباريات زي مباراة السنغال على سبيل المثال. لكن انا شايف مع فيتوريا هو ما بيعتمدش على فكرة صلاح بس، لا في اكتر من لاعب، في مرموش، في تريزيجيه، في مصطفى محمد، في مصطفى فتحي بيدخل، في زيزو، ففي عناصر كتير نقدر ان احنا نعتمد عليها. طريقة اللعب متوازنة شوية، ويمكن دي حاجة كويسة. احنا عانينا الفترة اللي فاتت من بعد ما مسك كوبر من حتة انا بلعب على صلاح بس. ايوه ما ده اللي انا اقصده. دي عانينا منها، والطريقة الدفاعية البحتة اللي عانينا ان لعبنا بيها مع كوبر حتى مع كيروش اي نعم كان مميز شوية لكن كانت طريقته دفاعية بحتة. فيتوريا قدامه تحدي صعب، ويمكن عشان كده انا شايف ان احنا لازم نلعب مدارس اقوية كتير. صحيح. ان احنا لازم ننتقل من حتة الطريقة الدفاعية لطريقة متوازنة، ما نعتمدش على صلاح بس، في اكتر من لاعب في المنتخب مميز. صح. نقدر نعتمد عليه، في لعيبه الاهلي مميزه جدا، في لعيبه انديه الثانيه بيراميدز الزمالك، في لعيبه مميزه في منتخب مصر. نبتدي بقى نحط سيستم فريق، نكون قوام قوي يقدر ان هو نرجع بقى منتخب مصر ما قبل 2010. أيوة نشوف بقى منتخب. صحيح. مصر قوي بشكل مميز، وانا شايف ان تجربه زامبيا والجزائر دي ان شاء الله هتكون البدايه لمنتخب مصر باذن الله، ان نشوف منتخب مصر بشكل افضل باذن الله. نروح للدوري الانجليزي شويه، ويمكن بنستمتع الحقيقه الفتره اللي فاتت بالمباريات وبالتحديات وبقرب النقاط الحقيقه. دوري يعني قوي. مميز جدا الحقيقه. لكن الجوله الثامنه انتهت بالنسبه للدوري الانجليزي، تقييمك ايه للجوله ويعني ابرز الامور اللي انت شفتها ايه بالنسبه للجوله الثامنه؟ يعني يمكن الجوله الثامنه وقبلها السبعه كان فيها مفاجآت كتير، يمكن خساره مانشستر سيتي قصاد ارسنال انا مش شايفها مفاجاه قوي، لان ارسنال بيقدم موسم كبير حتى من الموسم اللي فات مع ارتيتا. لكن خسارة السيتي مباراتين في الدوري الإنجليزي شعلل الدنيا شوية، خلى إن في عندنا شايفين أرسنال توتنهام بيقدم موسم عظيم جدا مع المدرب الأسترالي بوستيك كوجلو، فشايف إن السنة دي هتبقى في منافسة قوية بين الأندية الإنجليزية، في السيتي، في ليفربول، في توتنهام، أرسنال، هيبقى في منافسة قوية جدا. خسارة السيتي يعني شعللت الدوري بصراحة، وهتخلينا نشوف مباريات قوية الفترة اللي جاية. يعني يمكن شايفين ان ليفربول اي نعم برضو خسر 5 نقط في اخر ماتشين، لكن لسه برضو هو موجود في المنافسة بينه وبين الارسنال 3 نقط بس، فالموضوع مش بعيد يعني. للاسف يا احمد الوقت خلص، بس يعني انت في وقت حتى قليل قدرنا ان احنا نغطي ملفات متعدده. بشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا ليك. شكرا. كل الشكر التقدير ليك طبعا زميلنا احمد، وبرحب بيك طبعا في البدايه، بنقول لك سعداء بوجودك معانا، واكيد بنشكر كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. ويتجدد الموعد طبعا غدا بمشيئه الله 10 الصبح في الاهلي على شاشه قناه الاهلي.